حكاية المؤسسة بدأت من عند والدي رحمة الله عليه. احنا كنا 3 بنات، وهو كان حابب انه او نفسه كان يبقى عنده ولد، فقرر انه يبقى عنده اولاد كتير مش ولد واحد، ففتح المؤسسة وابتدى ب8 أطفال. جد عاطف كان جابنا المؤسسة، كنا عندنا 3 4 شهور، كنت بعتبره زي ابويا عشان انا ما شفتش ابويا ولا امي. فعلا انا من غيره ما كنتش وصلت اللي انا فيه دلوقتي. انا بشوف شباب المؤسسه، الابن اللي كان بابا نفسه فيه، كان نفسه في ولد، طبعا ربنا رزقنا ب12 مش بواحد بس. انا ابدا فيه واحد من 12 اخ، اتربينا مع بعض سوا في مؤسسه الرعايه، اتفقنا كلنا ان احنا نبقى مع بعض سوا وما نتفرقش، فعملنا المشروع ده سوا مع بعض. احنا كنا الاول كلنا واحد كان شغال في مجال، شغال في كافيه، اللي شغال في مطعم، فاحنا قلنا عايزين نعمل حاجه يبقى بتاعتنا احنا بس باسمنا. المحافظ جالنا قلنا له، ماما قالت له على الفكره ان هو عايزين مشروع ليهم وكده، يبقى متجمعين كلهم فيه. فالمحافظ ادالنا كرفان، يعني المكان دوت هو تجمع علينا كلنا، مشروع لامم 12 اخ. بفرح جدا لما بروح لهم الكرفان والاقيهم كتفهم في كتف بعض وخايفين على حاجتهم. انا كلية تجارة، وهدفي ان انا اكبر مشروعي مع اخواتي في الكرفان. بنقسم نفسنا شفتات، 3 الصبح 3 بالليل. ياسين اخويا بنبعده عن الكرفان شوية عشان بيحب ياكل، يعني بيحب هو جتة شوية. هو كان حلم حياته من هما صغيرين ان هما يبقوا في ليهم مشروع مع بعض، وشقق بتاعتهم تبقى مع بعض، بحيث ان هما يفضلوا مع بعض العمر كله. احنا مع بعض وهنفضل مع بعض، ذوق عافية احنا مع بعض، اللي هيبعد لا هنجيبه برضه. ماما اسماء بتقول لي انت ابن اللي ما خلفتوش، وانا بحبها جدا. هما لما بيقولوا لي كلمه ماما ببقى سعيده جدا جدا بيها. في حاجات كتير وموقف كتير بتحصل منهم، لو فعلا انا امهم ما كنتش هحس بيها زي ما انا حاساها دلوقتي. كل سنه وانت احلى ام شفتها في حياتي.